بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار
الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم
أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم
أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل لا قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل
ضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ولو ترى قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء خير للذين يتقون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولا نبدل لكلمات الله. ولا نبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد جاءك وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم
يدرككم الساعة قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدعون إليه قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فلولا قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولكن ارتبت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فلما لقوا ما ذكروا به فتحنا فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى قل هل يستوي الأعمى
الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم لعلهم يتقون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا الشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك
كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح الغيب لا يعلمها
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم ويبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويرسل عليكم حفظة حتى وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
خفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا قل هو القادر على أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى لا يخوضوا في حديث غيره وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وذكر به أن تبسل بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ليس لها منها. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لهم شراب الشياطين في الأرض حيران. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران.
نيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قومك في ضلال مبين إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما قال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما
ولا تخافون أنكم
الفريقين أحق بالأمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكلا فضلنا على العالمين
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قل لا أسألكم عليه أجرا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره قل الله وعلمتم ما
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهم على ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم يوحى إليه شيء والملائكة باسطوا أيديهم ولو دائر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بما كنتم
يقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله. ذلكم الله. فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع.
وهو الذي من أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخاقوا له بنين وبنات بغير علم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد
ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر بنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك بك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم حفيظا وما ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا.
حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وحشرنا وتمت
كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار
عذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم. لهم دار السلام عند ربهم. وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهو وليهم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال النار مثواكم خالدين فيها حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص يقصون عليكم آياتي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أن هم كانوا كافرين وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن رب مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية
توعدون لآت إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وما قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ساء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه
نار لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ميتة فهم فيه شركاء ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات
النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام
أرحام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير على طاعمه يطعمه إلا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا قد أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون
ربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وتفصيلا لكل شيء وهدى كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. على طائفتين من قبلنا تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.
سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسك إيمانها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها لها وهم لا يظلمون. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي صراط مستقيم دينا
قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور